بنرحب بحضراتكم اكيد في اول فقره، وهنتكلم عن يعني ان احنا فعلا عندنا انجازات مهمه جدا في تنس الطاوله، وهي اللي بتاهل اكيد جميع فرق منتخب مصر في الفردي وكمان الفرق الزوجي والمختلط لاولمبياد باريس 2024. وده الحدث الاكبر اكيد اللي كل الدول بجماهيره بالمواطنين بتوعه بيبقوا منتظرين الافضل وميداليات كمان يعني اكتر من النسخ اللي بتكون قبل كده. حاجه اكيد لو هنتكلم فيها تفرح وكلنا فخورين كمان باللاعبين بتوعنا وبالانجازات اللي هم محققينها حتى هذه اللحظه. بس خلينا نعرف كمان مزيد من التفاصيل وكل بقى الامور اللي تم حضراتكم معانا. المهندس ماجد عاشور المدير الفني لمنتخب مصر لتنس الطاوله، بونجور يا فندم، صباح الخير. صباح الخير، سعداء بوجود حضرتك، منور الدنيا، اهلا بيك. انا اسعد والله. اهلا بحضرتك. عايزين في البدايه قبل ما نتكلم عن ما هو قادم ان شاء الله، تعال نتكلم شويه عن اللي فات والمراحل المختلفه اللي خضناها عشان نتاهل لدي الاولمبياد والبطولات اللي شاركنا فيها، عشان برضو كانت هي سبيلنا للتأهل للدورات الأولمبية بما في ذلك من كواليس، لأن أكيد برضو بطولات عالمية ومنافسات على كل المستويات، فردي وزوجي وفرق، فبرضو نعرف من حضرتك كواليس كل ما تم قبل التأهل للدورة الجاية إن شاء الله. أوكي، هي يعني إحنا بدأنا للقصة بتاعت الأولمبياد دي من بدري شوية، يعني طبعا إحنا عارفين معادها، فبالتالي بيبقى بنبتدي نشتغل عليها من بعد الأولمبياد اللي بتنتهي اللي كانت في طوكيو، بنبتدي نشتغل وبنكثف في السنة الأخيرة. طبعا احنا عندنا عدة طرق للتأهل في تنس الطاولة، طبعا كلها من خلال أفريقيا. يعني في طريق بيبقى الأسهل والأصعب في نفس الوقت اللي هو طريق الفرق، ان احنا في بطولة أفريقيا اللي بتبقى مؤهلة للأولمبياد دي أول حاجة بتبقى فرق، الفريق اللي بيطلع الأول وبيكسب البطولة بيتأهل مباشرة للأولمبياد بالماكسيموم بتاع عدد اللاعبين اللي هو 3، لأن الفرق بتتكون من 3 لاعبين. فده طريق سهل إن أنت تطلع الأول تتأهل، صعوبته إن أنت إزاي تطلع الأول في وجود منافسين كتير وخصوصا نيجيريا المنافس اللدود بتاعنا يعني. فدي كانت النقطة الأولى. في بعد كده بقى لا قدر الله اللي بيخسر بيبتدي يخش في التأهل بقى الفردي. هو مش إفريقيا الوضع أرحم شوية وأهدى شوية من آسيويا مثلا في الرياضة دي؟ بالتأكيد بالتأكيد، يعني احنا تقريبا المنافس بيبقى نيجيريا والجزائر بدأت مؤخرا شوية برضو، لكن آسيا أوروبا بيبقى أصعب شوية. أكيد. عشان كده أفريقيا بقت جاذبة للعيبة المجنسين، يعني إحنا عندنا النهاردة اللاعب اللي بيبقى أصل أفريقي بس هو معاه جنسية مثلا الفرنسية تحديدا مثلاً. يعني فبيبتدي يلعب بجنسيته الأصلية بعد ما بيبقى وصل لمستوى على مستوى المنتخبات، يعني بيبقى ممكن ترتيبه في بلده مثلا في اللي هو فرنسا مثلا ممكن يبقى 7 8، ما بيقدرش يتأهل عن طريق أوروبا، فبالتالي افريقيا بيبقى أول، بيروح راجع لجنسيته الأصلية فبيرجع يحاول يتأهل عن طريق أفريقيا. ففي أكتر من لاعب جزائري، في سنغالي كده يعني، فدي قوة الفردي، هم على مستوى الفرق ما بيقدروش يكملوا 3 أقوياء يعني، لكن احنا الحمد لله لما بنسافر بالفرق بيبقى معانا 5 لعيبة، الخمسة مؤهلاتهم ان هم يقدروا يكسبوا البطوله، بنختار 3 يلعبوا المباريات. فبالتالي احنا الحمد لله كنا مركزين قوي ان احنا نتاهل من اول طريق اللي هو طريق الفرق، عشان ما نخشش بقى في المتاهات بتاعه الملحق والفردي وكده يعني. فالحمد لله استعدينا، كان التاهل كان عن طريق بطوله افريقيا اللي اقيمت في الفتره من 11 ل 17 سبتمبر الحالي في تونس. رحنا البطوله كنا بادئين الاستعداد زي ما قلت لحضرتك كده بدري قوي، يعني كنا بنعمل تجمع للمنتخب 3 أيام في الاسبوع، وبعد كده زودنا عدد الايام، بعد كده عملنا معسكر مغلق في القاهره بيتخلل الفتره دي مشاركات في بطولات دوليه عشان نعرف برضو احنا واقفين فين ولعبتنا اخبارهم ايه. لعبنا اكتر من بطوله دوليه سواء في المانيا في سلوفينيا، يعني بطولات اوروبيه، وبعد كده ختمنا في كانت بطوله كازاخستان قبل السفر على طول لتونس.
وبعد كده عملنا برضو معسكر مغلق في الإسماعيلية. دي يعني احنا عادة قبل الأولمبياد بنعمل معسكر في الإسماعيلية بيبقى بعيد عن كل القاهرة واسكندرية والكلام ده، بيبقى فيه تركيز أكتر، وبرضو بنتفائل بيه الحقيقة، لأن احنا عملنا قبل طوكيو والحمد لله كسبنا، فعملناه برضو في الإسماعيلية السنة دي، ورحنا على تونس، وكانت البداية بقى البطولة والتركيز بقى في البطولة واحدة واحدة. كويس جدا. احنا متأهل عندنا لحد دلوقتي 6. هو احنا اللي بيتأهل اللي بيكسب الفرق سواء رجال او سيدات بيبقى من حقه 3 لاعبين يشاركوا في الاولمبياد، بالاضافه للاعب او ولاعيبه كمان احتياطي. فاحنا يعني الكوتا كامله خدناها، ان احنا متأهل 6، الست لاعبين، بالاضافه لفي مسابقه الزوج المختلط دي بيبقى ليها تصفيات برضو لوحدها، اللي بيطلع الاول بيتأهل مباشره للاولمبياد. كانت المنافسه برضو عمر عصر ودينا مشرف الاثنين قدروا يحسموا البطوله، وهم اللي تاهلوا للزوج المختلط لتاني مره ان شاء الله على التوالي. كويس. وهنا جوده طبعا، ومين تاني؟ في هنا جوده موجوده معانا، وفي مريم الهضيبي، وفي يسرى اشرف حلمي، وفي مروه اختها، دول يعني قوام اللاعبات. واللاعبين عمر عصر ومحمد البالي ويوسف عبد العزيز واحمد صالح وخالد عصر، دول قوام المنتخب الاول. اسماء كلها برضو كويسه جدا، كلها طبعا لعيبه عندهم خبرات، لعبوا بطولات افريقيه كتير قوي، يعني تقريبا يوسف بس اللي اول مره يلعب في بطوله افريقيا، او هو ناشئ يعني يعتبر خلاص برضو 22 سنه 23 سنه، هو لعيب في النادي الاهلي ولعيب واعد جدا، والسنه دي في البطوله الافريقيه اعتمدنا عليه وكان قدها، ولعب المباراه النهائيه مع نيجيريا وكان موفق جدا، وقدر يفوز في المباراه بتاعته 3-0 على لعيب مصنف برضو. طيب برضو عايزين نعرف من حضرتك يعني فنيا ايه الفروقات بين المنافسات الفردي والزوجي والفرق والمختلط؟ الفرق بتبقى انت بتشتغل على اللعيبه كلها، وبتختار اللعيب ده علشان يلعب اللعيب المنافس ده، يعني احنا بنلعب 3 ضد 3، كل واحد يعني ليها نظام الفرق، لعيب بيلعب مباراتين ولعيب تاني بيلعب مباراتين ولعيب التالت بيلعب مباراه واحده. فانت يعني احنا حافظين خلاص افريقيا كويس، او حافظين فريق نيجيريا تحديدا، فبنبقى عارفين غالبا القرعه هيبقى مين مع مين، يعني يعني مين هيلعب نمره واحد عندهم. طبعا ده اللعيب اسمه أرونا، ده لعيب مصنف 16 على العالم ووصل للعاشر قبل كده، لعيب قوي جدا. طب بنلعبه بتحط له حد موازي ليه؟ يعني عندنا دايما بنبقى المنافس بتاعه او هما الاثنين عمر عصر يعني فعمر لازم بيقابله في مباراه الفرق. ساعات أرونا بيكسب، ساعات عمر بيكسب، ماتش ملعوب تماما، يعني لعبوا بعض كتير قوي سواء في الفرق او في الفردي. أرونا بيلعب مباراتين عادة لأنه هو نمرة واحد، وعمر عندنا برضو بيلعب مباراتين، غالبا ده بيفوز في مباراة وده بيفوز مباراة، وبعدين يلعبوا بعض على السنة دي الحمد لله. الفرقة اللي لعبت كان عمر عصر ومحمد البالي ويوسف عبد العزيز، وبالمناسبة هم التلاتة من الأهلي، يعني بما أننا في قناة الأهلي. عمر قدر يكسب مباراتين ويوسف عبد العزيز كسب مباراة، فكسبنا 3-1. كان يعني لو كنا وصلنا للمباراة الخامسة كان هيبقى محمد البالي برضو أنا يعني حطه في الخامس، مأمن بيه إن احنا كنا نفوز على أسوأ الظروف 3-2. السيدات أسهل بقى بكتير، يعني السيدات عندنا أسهل عشان احنا أقوى ولا أسهل عشان التنافسية أقل؟ عشان الحاجتين. يعني احنا أقوى فعلا، عندنا ما شاء الله دينا مشرف وهنا جودة، يعني فرق كان في نهائي بينهم قبل كده اصلا كتير، لعبوا بعض كتير، وبرضه تقريبا مره هنا بتكسب مره دينا بتكسب، يعني هما الاثنين بالنسبه لنا واحد طبعا. وبعد كده المنافسين ما بقوش، يعني نيجيريا هي المنافس التقليدي، قلت قوي، يعني ما بقاش هي المنافس الاول لينا، يعني ممكن تونس بقت اقوى شويه في السيدات. فالسيدات يعني حتى في الفردي الخمسه اللي رحنا بيهم هم الخمسه الاوائل في الفرق. فده دي المنافسه بتاعت السيدات. يعني حته الزوجيات برضو بتختلف شويه، يعني دايما بنحاول نوفق ان الزوجي يبقوا متفاهمين مع بعض، يعني ممكن حد اشول بيلعب مع حد يمين بيبقى ده افضل طبعا في يعني في الوقفه بتاعت الزوجي. في عندنا زوجيات ثابته سواء في المختلط او في الزوجي الرجال او السيدات،
لعبوا مع بعض كتير، فخلاص دول اوكي حافظين بعض زي دينا وعمر، زي البالي وهنا يعني، برضو عملوا ماتش كان في السيمي فاينال، كان ماتش يعني من احسن المباريات الزوجيه اللي اتلعبت في افريقيا الفتره الاخيره يعني. قدر دينا وعمر يحسموا اللقاء 3-2، كانت مباراه هايله قوي، وبعد كده هم كسبوا الزوج النيجيري في النهائي وتاهلوا. عظيم. الفردي بيبقى عاده كل لعيب ليه طقوسه يعني، احنا ما بنتدخلش فيها قوي يعني، يعني كل لعيب وليه طريقة استعداد جوه البطولة طبعا يعني، وحتى قبل البطولة برضو هم بيبقوا عارفين هم مين اللي هيلاعب مين، حتى لما بيبقى فيه منافسة مصرية مصرية، فبيبقى كل لاعب أو لاعبة ليه طقوس معينة أو ليه طقوس معينة بيعملها يعني. يعني احنا مثلا عندنا دينا وهنا دول دايما بيقابلوا بعض في المباراة النهائية، بتلاقي كل واحدة فيهم عارفة هي محتاجة ايه في المباراة دي، بيبقى مركزة قبل البطولة، بتعمل دارس المنافس يعني، حتى لو كان من نفس بالضبط كده، حتى لو من نفس البلد يعني، كل واحدة فيهم بتبقى بتعد نفسها للمباراة دي تحديدا. بالإضافة طبعا في منافسات مصرية يعني، مباريات حتى مريم مع هنا، يسرى مع دينا، بيبقى فيها برضو يعني منافسة، بس المنافسة في الآخر هتبقى دينا وهنا في الفترة دي. فعشان كده بيبقى كل واحده انا يعني احنا بنبقى سايبينهم يستعدوا كل واحده، احنا مش فارقه معانا اللي هيكسب مصري في الاخر. بس انتوا بقى مذاكرين المنافسين ان شاء الله عشان اولمبياد باريس يعني، مذاكر المنافس ده قوته ايه ضعفه ايه يعني، الحاجات دي كلها عشان احنا استعدادات بالظبط يعني. احنا يعني لسه ما ظهرتش الخريطه مين اللي هيتاهل، بس ده بيحصل في كل بعد التاهل بنبتدي نشوف طبعا يعني، في لعيبه الصين مثلا بتلعب الفردي، منافسات الفردي اثنين من كل دوله ماكسيمم، ما فيش اكتر من كده يعني، الصين بتلعب باثنين، اليابان اثنين، المانيا كله اثنين، ف الصين بتبقى بعيدة شوية عن منافسات يعني كل العالم يعني، عادة الصين بعيدة يعني أفضل ولا أفضل بعيدة بكتير في حتة تانية، في حتة تانية فعلا طبعا. في تنس الطاولة موضوع تاني طبعا. خالص يعني، يعني سواء رجال أو سيدات هم دي ثقافة شعب بالظبط، هي دي رياضة شعب ورياضة شعب، ويعني هم نجوم الرياضة في بلدهم يعني، الإعلانات اللي هي مش رياضية حتى، الإعلانات بتاعت أي منتج بيجيبوا فيها النجوم، بيجيبوا نجوم تنس الطاولة في الشوارع في التلفزيون كده يعني، فهم عادة بيبقوا حاجزين الميداليتين الأولانيين، فهي دي صعوبة تحقيق ميدالية في الأولمبياد، إن يعني دايما بنقول الصين بيبقى عندها الاثنين الاوائل سواء رجال او سيدات، ده اللي بيحصل من اول ما بدات الاولمبياد. نظرا لخصوصيه الصين في الرياضه دي تحديدا، هل حضراتكم راعيتوا ان مثلا يكون في، وانا مش بتكلم على استعدادات للدوره الاولمبيه اللي جايه، بتكلم في المطلق، فكره ان يبقى في معسكرات هناك وتتعمل هناك، جلب خبرات بالزبط. صينيه في يعني لمصر طبعا لفترات حتى ولو كانت مؤقته، في معسكرات بتتم في الصين يعني، يعني دينا وهنا تحديدا راحوا الصين قبل بطوله افريقيا، كل واحده فيهم قعدت حوالي شهر يعني تدريب هناك، و الصين دلوقتي يعني كان زمان بيصدروا مدربين للعالم كله، دلوقتي بدأوا يقفلوا الحتة دي شوية لأن حسوا إن العالم بدأ ينافسهم بالظبط، بدأوا ينافسهم يعني، يعني أنت زمان كان أغلب الدول بيبقى مدرب صيني، يبقى كده مش هياخدوا ثواب وأجر العمل اللي هو إيه ينتفع بيه أو العلم اللي ينتفع، علم ينتفع به هو. إحنا مثلا بالمناسبة عندنا يوم 14 أكتوبر إن شاء الله اللي جاي في معسكر صيني للناشئين، ودي حاجة كويسة جدا يعني، ان هم برضو في الناشئين اوكي بيوافقوا يعني، هم جايين 16 لاعب ولاعبة صينيين عندنا في مصر، عندنا في مصر. اشمعنى اختاروا مصر؟ لسببين، السبب الاول ان هم شايفين ان مصر في نتائج بتتحسن على مستوى تنس الطاولة عموما يعني، سواء افريقيا عربيا عالميا. السبب الثاني احنا هننظم بطولة مصر الدولية للناشئين في الفترة من 23 أكتوبر ل 30 أكتوبر في صالة كابتن حسن مصطفى في 6 أكتوبر. فهم قالوا فرصة نعمل معسكر 10 أيام قبل البطولة
هنجيب اللعيبه اللي هتشارك في البطوله، هم 16 لعيب في تحت يعني مستويات مراحل مختلفه في السن، هيعسكروا هنا معانا، وبالتالي الاتحاد الافريقي لقاها فرصه انه يجيب من كل دوله افريقيه 2 لعيبه ناشئين بالاضافه ل 16 لعيب مصري او 20 لعيب مصري كمان زودنا عشان كل يستفيد. الخبير الاجنبي الصيني بالظبط، الصينيين هيبقوا معاهم مدربينهم، وفي نفس الوقت اللعيبه الصينيين موجودين بيتمرنوا معاهم. ويعني احنا شايفينها ان دي فرصه، هتبقى فرصه للمدربين المصريين، يعني الاتحاد ان شاء الله يعني بصدد ان هو يعمل تجمع للمدربين المصريين يجوا يحضروا المعسكر كمشاهده ومعايشه، يتفرجوا على التمرين بيتم ازاي بالذات في المرحله الصغيره دي، لان هي دي اللي هتعمل الابطال يعني. طب. فده استكمالا لكلام حضرتك ان الصين لازم تستغل فعلا ولو بالطريقه دي. هم جايين لغايه عندنا؟ هم جايين لغايه عندنا. كلام محترم. هو الوقت بيجري كابتن ماجد، بس يعني خلينا قبل ما نختم مع حضرتك برضو تطمنا على باريس 2024، هل ممكن حتى وان كانت الصين هي اللي حاجزه اول مركزين طبعا والذهبيتين، لكن هل احنا نقدر نقول يعني هنرجع برضو ميداليه ولا لا؟ خلينا نطمن. اقول لحضرتك هو الصين زي ما بنقول، بس طبعا مفيش حاجه اسمها مستحيل. قبل كده كانت في صعوبه جدا، يعني العالم كله كان بيتنافس على الميداليه الثالثه يعني، بس هي دلوقتي يعني الحقيقه عمر عسر تحديدا ادى امل في القصه دي، لانه في طوكيو طلع الخامس، يعني وصل لدور الثمانيه، وكان هي مباراه يخش مربع الذهبي ويبقى ممكن ياخد ميداليه. عمر عنده طموح كبير جدا ان هو يقدر يعمل حاجه، بيشتغل على نفسه، هو عايش في المانيا بيتمرن هناك وبيلعب برضه مع النادي الاهلي في الدوري المحلي، الاهلي بيستعين بيه. احنا واقفين وراه في اي حاجه هو بيطلبها طبعا، سواء هو او هنا او دينا تحديدا، يعني اللي هم في الرانكينج سابقين، يعني احنا عندنا عمر ال 21 في التصنيف العالمي، دينا ال 26 وهنا ال 30، فدول اقرب ناس لان هم يحققوا حاجه يعني. نتمنى ان المره دي يعني هي بتبقى مباراة، لو المباراة دي ربنا وفق فيها، يعني في طوكيو عمر قدر يفوز في 4 مباريات كلهم أبطال، كلهم أبطال عالم يعني، لغاية لما اصطدم باللاعب رقم 1 في الصين اسمه مالونج، طبعا ده حاجة أسطورة يعني، فخسر منه. عنده كام سنة؟ مين؟ مالونج؟ مالونج عنده 34 تقريبا. وعمر؟ عمر 31. أوكي. بس هو مالونج خلاص ده يعني ممكن مش هيلعب. بس طبعا بيطلع هو اللي مدي للصين خصوصيه فظيعه بالشكل ده في الرياضه دي. هل فكره الممارسه من الصغر؟ هل فكره انتشار ترابيزات البينج بونج في كل حتى الشوارع اللي في الصين؟ يعني ايه اللي مديهم خصوصيه؟ هل تكنيك واسلوب اللعب اللي بنشوف ساعات حتى مسكه المضرب في بعض الاحيان للعيبه واللاعبات الصينيين يعني برضو مختلفين؟ اللعبه الشعبيه فعلا. الاختلاف جاي منين؟ هي ماده بتدرس في المدارس، تنس الطاوله يعني في المدرسه، دي ماده بتدرس في المدرسه وبعدين هم عشان مثلا ينتقوا 5 لاعبين للمنتخب بينقوهم من 100 لعيب، بيبقى عنده 100 لعيب بيعمل لهم تصفيات وبيعمل لهم اختبارات عشان في الاخر يوصل لاحسن 5. حتة الترابيزات اللي موجودة في كل مكان، الأندية يعني الشركات يعني كل حاجة فيها تنس طاولة، يعني أي شركة بتلاقي فيها طاولات لتنس الطاولة، الأندية في الشوارع. فبالإضافة طبعا هم جسمانيا برضو بلد بتساعد. المنشأ يعني هل الصين هي بلد؟ لا هي إنجلترا المنشأ، بس هي الصين اللي هي مكتسحة يعني لاقت عليهم زي ما حضرتك بتقول علشان جسمانيا برضو الشكل الجسماني يعني رجليهم، حركة رجليهم حاجة ربانية كده برضو بتديهم أفضلية عن بقية دول العالم كله. ان شاء الله الجاف اللي بيننا وبينهم يقل، وان شاء الله يبقى لنا لقاء مع حضرتك قريب باذن الرحمن نتكلم فيه عن الانجازات بقى اللي هتتحقق الفتره اللي جايه. يا رب ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا يا فندم. نورتنا يا كابتن ماجد، كل التوفيق لحضراتكم ان شاء الله.